كي دايرين؟ لاباس عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعافية ان شاء الله. حنايا جينا بالطريق على المرجان، وجينا دابا على هذا الطريق هذا التيغانيين، بقاو معنا خوتي. هذا هو الطريق اللي كيدي التيغانيين، المنظر انا زوين بزاف، ولكن حنايا غادي نشوفوا واحد المنظر زوين من هنايا، واحد المنظر رائع. شوفوا اخوتي على المنظر، تبارك الله تبارك الله، على منظر جيت لكم بواحد البلاصه واعره بزاف. شوف اخوتي على منظر، تبارك الله على منظر. شوف حتى السكن الاقتصادي كيبان من هنا كما كتشوفوا، اللي كاين في سيدي عابد. هادو هما السكن الاقتصادي اللي كاين حدا الكورنيش، هما هادو كما كتشوفوا، هما الحيط اللي جاي على هاد الجهة كما كتشوفوا، وها الاخرين الفوق كما كتشوفوا. منظر زوين زوين زوين، هاد المنظر رائع. والكورنيش راه يعني في هاد البلاصة نيت تحت هنايا، كما كتشوفوا اخوتي واحد المنظر زوين بزاف صراحة، هذا المنظر رائع. دابا ان شاء الله غادي نكملوا على الطريق ديالنا، بقاو معنا. غادي نمشيو تيغانيمين، يعني الطريق تيغانيمين هذا كما كتشوفوا الطريق، راه جينا من لهيه، جينا من هذا الجهه يعني. ودابا غادي نمشيو جهه اخرى، بقاو معنا اخوتي، بقاو معنا. احنايا غادي نكملوا الفيديو ديالنا، غادي نمشيو لجهة اخرى نكملو على الفيديو ديالنا. المناظر اللي كاينين زوينين بزاف، نشوفو شوية لتحت، نشوفو المنظر اللي كاين لتحت عاوتاني. بقاو معانا، المناظر اللي كاينه مع الطريق اخوتي، الطريق راه هو هذا، مناظر زوينين في هذه الجهه كما كتشوفوا. دابا ان شاء الله غادي نوري لكم شي حوايج كما كتشوفوا. هذا هو السكن الاقتصادي اللي كنشوفوا من الفوق، يعني واحد المنظر رائع يعني بزاف. دابا شوفوا راه كاين ملعب الكره كنشوفوا من هنايا معنا. شوفو اخوتي هو ملعب الكرة كيبان لنا من هنا، هو راه بعيد من هنا. هادي هي كيسميتو كيما كيسمو واحد البلاصة، مشي واحد البلاصة يعني مشات لي من بالي السمية ديال هاد البلاصة هادي، ميناظور. ميناظور سمحولي، ميناظور وقيلا ميناظور التحتاني ولا الفوقاني، معقلش انا دابا وقيلا الفوقاني هاديك، يعني تكون فوقاني ولا تحتاني. كما كتشوف واحد المنظر زوين بزاف، وكما كتشوفوا من هنا كيبان واحد المنظر زوين بزاف رائع صراحة، واحد المنظر ما شاء الله. شوفوا اخوتي على مناظر كاينين هنا، واحد المناظر زوينين بزاف، منظر ما شاء الله. هذا هو السكن الاقتصادي،
كاينين التحتانيه ما كان ما كيبانولناش، دابا كيبانولنا غير فوقانيا. دابا غادي نكملوا على الطريق ديالنا اخوتي، بقاو معنا. شوف هذاك الدار اخوتي، واحد المنظر زوين بزاف. شوفي شوفوا هذه الدار، هذه هي قديمه، جات في واحد يعني في يعني في داك يعني في الراس ديال ديال ديال, ديال الجبل كما كتشوفوا، عنده واحد المنظر رائع، هذا المنظر زوين بزاف الصراحه، هذا المنظر ما شاء الله. شوفوا اخوتي شوفوا هذا المنظر عنده، شوف هذا المنظر زوين 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 الصراحه، منظر ما شاء الله الصراحه. بقاو معنا، حنا غادي نمشيو شويه لقدام. نتمنى ان شاء الله يعجبكم الفيديو، حنا نديرو المجهود ديالنا. بقاو معنا، حنا غنكملو على الطريق ديالنا اخوتي، بقاو معنا. الشميشه كضر فينا حيت يعني كترقب يعني قريب في الغروب. كما كتشوفو المنظر، شوفوا اخوتي واحد المنظر زوين هنايا كما كتشوفو، منظر رائع. حيت الكاميرا دغيا يمكن زعزعت شويه الكاميرا، ولكن عجبني هذا المنظر وجبدت دغيا الصراحه. هذا المنظر ما شاء الله، شوف اخوتي على المنظر ما شاء الله ما شاء الله الصراحه، واحد المنظر رائع. هذا المنظر زوين بزاف. شوفوا سبحان الله العظيم، كل شيء بس، ولكن هذا ما عرفتش انا سميتو كي كيسميو هذا الربيع اللي نبت على يعني مع الطريق. كاو معنا نشوفوه، ما عرفتش انا سميتو، ولكن تبارك الله خضر، تبارك الله تبارك الله، مشى مع الطريق هكا. شوف تبارك الله عنده واحد المنظر زوين بزاف، عنده واحد الريحه وشكال صراحه. ها هي كما كتشوفوا المنظر، انا واحد المنظر زوين بزاف صراحه، واحد المنظر خلاق بصراحة. شوف الناس فين بانيين تبارك الله، داروا هنا ديور تبارك الله زوينة. احنا غاديين اخوتي، يبقى معنا. معنا واحد المنظر ما شاء الله، واحد المنظر ما شاء الله ما شاء الله الصراحه. شوفوا هنا كل شيء ربيع كما كتشوفوا، كل شيء خضر، كل شيء خضر كما كتشوفوا، سبحان الله العظيم. هاد الجهاد فيها ربيع بزاف. واحد المنظر كما كتشوفوا ما شاء الله، واحد المنظر زوين بزاف صراحة. انا غنصورو دابا الجهة اخرى، بقى معنا اخوتي. كما كتشوفوا الربيع هنا زوين تبارك الله، طبيعة تبارك الله، واحد الطبيعة ما شاء الله. شوف واحد الربيع تبارك الله، كيعشق والله الا كيعشق. ها هما السكن الاقتصادي اللي كاينين لتحت كما كتشوفوا، اللي جايين لهاد الجهة يعني جهة الواد، وكاينين جوج اخرين اللي كيطلعوا على البحر عاود تحت، هادو كيطلعوا على البحر التحتانية كيطلعوا على البحر، وهادوك ديال داك الجهة عاوتاني كيطلعوا على البحر. مناظر زوينين على الصراحه، مناظر ما شاء الله. احنا ان شاء الله نكملوا هذا الفيديو ديالنا، بقوا معنا. احنا نكملوا على الفيديو ديالنا اخوتي، بقوا معنا.
اللي وصلنا لتيغان يمين. وصلنا لتيغان يمين اخوتي، وصلنا ونتمنى المشاهدين الكرام نتمنى يعجبكم الفيديو. هذه هي تيغان يمين اخوتي، نتمنى يعجبكم الفيديو اخوتي، وما تنساوش اشتركوا معنا اللي ما اشترك معنا، وكنشكر جميع المتتبعين اللي كيعاونونا كيساهموا معنا وكيعاونونا باللايك. الله يجزيكم بخير، وبلاكم راه ما نسوا والو الصراحه، لان الفضل ديالكم يعني كتعطيونا القوه باش كنديروا اكثر. والسلام عليكم ورحمه الله.